هلا حبايب، شلونكم؟ مالونكم؟ شخباركم؟ Welcome back to my channel. واللي جدد هلا بكم. أنا هبة أمجد صبري وأسوي فيديوهات مال ميكي ماج اللي هو المكياج. احنا بقناتي نقول ميكي ماج. So فيديو اليوم أتصور، خلنا عدل الشعر، أنا وذاناتي جاي لكم. فيديو اليوم أتصور وأتمنى من كل قلبي راح يعجبكم. So خل احكي لكم. البارحه كنت مخليه مكياج، ويعني المكياج شيء كلش بسيط وبسرعه، لانه كنت ما عندي وقت اسوي اي شيء، فمكياجت بسرعه وردنا نطلع انا ورواح. فاجى رواح من الشغل بهو علي هيجي، قلت له ها اسم الله شاكو، اكو بي مكياجي شيء، اكو شيء بين سنوني، اكو اكل؟ قال لي لا طالعه كلش حلوه. قلت له اوكي شكرا جزيلا. قال لي لا صدق صدق حلوه، يور سو بيوتيفول، او ما ادري شنو، ولما تخلين هذا المكياج يطلع شكلك والحقيقي، وانا كلش احب هذا الشيء وذكريني بامك، فكلش فرحت. قلت له حبي كافي، شنو هالغزل؟ فكلش فرحت. وبعدين صفن وقال لي تدرين هذا مكياجي المفضل عليك؟ ولما قالها هو طخت ببالي هاي الفكره، قلت ليش ما اسوي لكم المكياج اللي كنت مسويه البارحه، وهو عامه نوع المكياج اللي رواء يحبه. يعني قلت الفكره مالتي راح تكون انه اسوي لكم فيديو مكياج زوجي المفضل علي، وقلت اتصور فكره راح تكون حلوه. فاذا حابين تشوفون هيجي شيء خليكم وياي. يعني بما انه ما راح نخلي هواي مكياج على عيون، راح نبلش بالوجه. اول شيء راح نخليه هو المثبت، اللي هو شو راح نستخدم اليوم؟ بالله خلينا نشوف. اليوم راح استخدم هذا البرايمر من ماركة سماش بوكس كوزمتكس، اسمه الفوتو فينيش بور مينيمايزينج، وهذا راح اخليه على المناطق اللي احس عندي بيها مسامات مفتوحة او مسامات انلارج، واسوي له بريس على البشرة. عندي سؤال لكم، البارحة اشتريت مايكروفون، هسه جاي استعمله اول مرة، شنو رأيكم به؟ شو رأيكم بالصوت؟ لانه بصراحة كان كلش غالي واريد الصوت يكون حلو، فاذا مو حلو ارجع عليهم اروح اتعارك. سوي له برش على البشرة مثل كل مرة اقول لكم، بما انه هذا بور مينيمايزينج نريد بس نطبطبه على البشرة، ما نريد نسحب شيء. الباقي وجهي راح استخدم هذا من سماش بوكس اسمه الراديانس برايمر، لانه حاسة انه بشرتي ما ادري ايش بيها، مثل ما تشوفون جاينا خطار، مثل ما تشوفون جاينا خطار وما يقبلون يروحون، قاعد يمددون كل يوم. فهذا شويه ملمع ومرطب للبشره، راح استخدمه على باقي الوجه. كريم الاساس راح يكون هذا الكريم البديع من ماركت لانكوم التينت دول الترا وير، بس انا اشتريت واحد شويه غامق علي، فراح ادمجه ويا فاونديشن كريم اساس ابيض من LA Girl اسمه البرو كفرج اتش دي هاي ديفينيشن لونج وير اليمينيتنج فاونديشن شني. فراح اخذ شويه من هذا على ايدي هيجي شي تقريبا، وراح اخلي يمه كان طاح وانكسر، راح اخلي ويا هيجي بياض وادمجه واخليه على وجهي اوزعه على البشره. خلطة اليوم دمجتها على ايدي وراح اوزعها، ما اعرف اذا اللون صار شويه فاتح. برونزر موجود عادي. طبعا المكياج لازم يكون زين اليوم، ليش؟ لانه عندي طلعه ورا هذا الفيديو بعد تقريبا ساعة، فشوية متلبكة لأنه لازم أخلص هذا الفيديو أبدل وأطلع. وشخص جدا عزيز علي وعليكم ما راح أقلكم منه، ما راح أقلكم. سو وزعنا كل شيء بالفرشة، أتصور أتسكي اللون، نوزع كل شيء بالفرشة، أو بعدين أنا أحب أدمج كل شيء بسفنجة، هاي من ماركة ريل تكنيكس اسمها الكمبلكشن سبونج أتصور.
خلصنا كريم الأساس راح أستخدم هذا خافي العيوب من ميبلين، 100 مرة شايفيني أستخدمه، راح يخلص اسمه الـ Instant Age Rewind اللون Light Pill، راح أخلي أخفي بي العيوب الموجودة. إذا أنتم متزوجين شنو أزواجكم يحبون مكياج عليكم، أو إذا مخطوبين أو إذا عندكم أصدقاء، وإذا أنتوا ولد وتابعوني أول شيء أهلا بكم بالقناة. ثاني شيء شنو تحبون من مكياج؟ أكو ولد يحبون مكياج هواي، أكو ولد ما يحبون مكياج، أكو ولد يقول لك لا إحنا ما نحب لما البنية تخلي مكياج، بس ما يعرفون إنه اللوك الطبيعي الناتشرال لوك كما تحتاج مكياج على مدى تصير صحيحية شنو؟ على مدى تصير صحيحة وحلوة. بس أنا ما يسودني إلا اللي يجي لك الولد، يعني أكيد 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 مو كل الولد، راح أخليه بس شوية فيكس بلس على السفنجة على مدى رطبها بالأكثر. ما يسودني إلا لما يجي لك واحد ويقول لك لا بس أنت مخليه هواي مكياج، أوكي شكرا على رأيك أنا ما طلبت، لا بس مو حلو، أوكي أنا مو مخليه مكياج على مودك، أنا مخليه مكياج على مود نفسي. فهذا الشيء شوي يزعجني مرات، إنه أكو ناس عبالهم الواحد يخلي المكياج على مودهم، لا المكياج أنا أخليه لأن أنا أحبه وأحسه فن، وأنا أتونس لما أخلي المكياج، لما أكون ضايجة أو لما أريد أصفي بالي أو هيك شيء أخلي مكياج لأن يساعدني أفكر. أكو ناس تكتب أشعار، أكو ناس ترسم، أنا أرسم بس على وجهي بالمكياج. فما أدري شنو أريد أقول، بس أحس إنه شيء مهم إنه نخلي الناس تستخدم المكياج بالطريقة اللي تريدها. يعني أنا منو على مود أقول للشخص لا أنت جاي تستخدم هذا الشيء غلط، لا الحلو بالمكياج، الحلو بالمكياج انه ما بي صح وغلط، الواحد لازم يسوي اللي يريده. جاي بس اضيف شوية كونسيلر ثاني اللي هو من نيكس كوزمتكس، هم من ال HD فوكس يا كاميرا، النيكس كوزمتكس HD شو اسمك انت HD ستوديو فوتوجينيك يما كونسيلر وكوركتر رقم واحد، بس على مود اضيف شوية كفرج شوية تغطية. البودرة الحرة راح تكون هذا البودر من ماركة إيف سان لوران، ما اعرف احكي فرنسي، راح اثبت بي تحت عيوني. اول شيء نوخر كل الخطوط وبعدين نثبت. اموت عليه هذا البودر، يجنن يجنن بس غالي، فلازم نلقى لنا alternative مو هالقال غالي. باقي وجهي راح اخذ هذا الباودر اللي هو من ميبلين اسمه السوبر مينرال 24 hour healthy glow healthy long lasting sheer veil. الحلو بي انه هذا بي شوية لمعة، يعني لما تنحط على الايد ما تبين، يعني شوف هسه انا خليت على ايدي بس ما جاي يبين، بس لما ينحط على الوجه ما اعرف شنو يصير، واحس انه الوجه يصير بيه فينش بديع يتجنن، وهيك ما يبين لمعه خفيفه. فاخذ شويه واسوي تاب الاكسس، مو اكسس الاكسس ما ادري الزايد، واخليه على بشرتي يطي لمعة طبيعية تجنن. وهذا المكياج مثل ما جاي تشوفون أكيد كلش سريع، فهسا راح أخذ برونزر. شنو عندي من برونزر قدامي؟ راح أستخدم اليوم الكونتور كيت من ماركة أناستازيا فوكس خويا كونتور كيت. أنا أستخدم اللايت تو ميديوم لأن كلنا نعرف إنه أنا شبح، فمثل ما تشوفون انا ايش قد مستخدمتها. راح استخدم هذا اللون وهذا اللون، اسوي بيهم برونز للبشره على مود بس ارجع الحيويه شويه، ولون للبشره. دائما اسال روى ليش هذا المكياج
يعجبك، ليش هو المكياج المفضل تشوفه علي؟ يقول لي انا احب لما تخلين الوان، واحب لما يعني مرات اخلي سموكي اي، ومرات اخلي لون اسود، ومرات اخلي اخضر واصفر، يعني الوان كوما. يقول لي احب لما تسوي صرت برتقاليه. يقول لي احب لما تخلين هاي الالوان، بس لما تخلين هذا المكياج بالذات احسك طالعه انتي، يعني ما اشوف المكياج اشوفك انتي، وهذا الشيء اللي انا اريد اشوفه. فاول شيء قلت شكرا، حتى لو دائما يعني يقول لي لما يعجب المكياج يقول لي اوه هذا المكياج كلش حلو اليوم مسوي شيء غير، او يقول لي هذا الكريم الاساس مو حلو عليك، يعني يقول لي ويسولف لي لانه يعرف المكياج زين من المكياج المو زين. بس يعني هذا مكياجه المفضل، وهسه اراويكم شنو شيء كلش بسيط. يعني هسه شنو خلينا كريم اساس خافي عيوب ثبتنا كل شيء، وهسه برونزر راح نخلص. ترى هسه خلصنا من البرونزر، راح نخلي البلاشر احمر الخدود من هاير باليت البديعه من تارت، اموت عليها، طلعت اتصور ليميتد اديشن على راس السنه واعياد الميلاد. شوفوا ايش قد حلوه ميلاد لورشا قويه اليوم. اتصور راح استخدم هذا اللون اللي هو وردي غامق على يعني هيك بي كول اندرتون، بارد مدافي، وراح اخليه على خدودي شوية على كيفكم هاي البلاشرز، شوية على القصة، شوية على الانف، على مود تتوحد البشرة، ما يصير بس من انا وردي والباقي ما بي اي لون. فنريد نخلي كل شيء perfect harmony. ورا ما خلصنا البلاشر راح اخذ هذا اللون اللي هو يجي مثل الهايلايتر الاضاءة، ما اعرف اسمه، whimsical، وراح اخليه على اعلى منطقة على الوجه او اعلى مناطق على الوجه اللي تجي هي اول شيء هنا، كلش حلوة اللمعة مالته. بس اتصور بعدين راح اضيف شيء يلمع اكثر. نثبت كل شيء بلون جدا فاتح، يعني هيجي اوف وايت او بون كولر، بيجي فاتح. سو راح اخذ هاي الباليت من ماك كوزمتكس، شو اسمك انتي، اسمها الاي شادو اكس 15 وارم نيوترال، وراح اخذ هذا اللون، راح اخذ هذا اللون اللي هو بني على كراميل شوي. يجي عذروا اظافري ارجوكم، لازم اروح للصالون، وراح اخليه على كسرة العين بس، وكأنه جاي نسوي كونتور لعيوننا. نفس اللون راح اخليه تحت العين على الرموش السفلية، بس على مود يصير مثل الديفينيشن، يعني نقدر نشوف العين اكثر. هيك شي وصلنا للعيون، سوينا لهم كونتور. بعدين اللي احب اسويه انه اخذ لون بلمعة، اليوم راح استخدم هذا اللون اللي هو شوي شامبين كولر، راح اخذه بصبعي واخليه على كامل الجفن المتحرك. شوفوا لوك ايش قد طبيعية بس كلش حلو. انا لما كنت اداوم، يعني لما كنت بالجامعة، كنت دائما اخلي هيك مكياج لان احسه حلو وسهل وما ياخذ وقت هواية، ويطلع الواحد بي مرتب بس ما خال طن مكياج على وجهه من الصبح. اوضو اللي يريد يخلي طن مكياج على وجهه من الصبح انا ابد ما عندي مشكلة. راح استخدم هذا اللون اللي هو على صفار بس هم بلمعة، وراح اخليه على مدمع العين، على مود العين تنفتح. راح اخذ هذا الكحل من ماركة كحل كوزمتكس اللي هو يجي بيجي، شو اسمك والله، اتصور رقمه WL22 ما ادري وين راح صوتي، وراح اخلي
بالواتر لاين مالتي. سو الفوكس بهذا المكياج كله انه مبينين احنا قاعدين مريحين منعنشين من النوم وما تعبانين، ونفتح العيون والبشره نعطيها البشره نعطيها لمعه طبيعيه حلوه هيك جلو ذن. فهو هذا اللي نريد نسوي او نحصل عليه بهيك مكياج. اهم شيء اهم شيء بهذا المكياج راح يكون الاي لاينر. انا راح استخدم اليوم اي لاينر سائل من ماكس فاكتور، هذا من الكولكشن مالتهم الجديد اللي هو اسمه كولر اكسبرت واتر بروف اي لاينر. هو هذا الشيء المهم بهذا المكياج انه الاي لاينر ما راح يجي على كامل العين، وهذا الشيء المفضل عند رواء اللي راح اسويه، بس راح اطول عيني على مدة تصير بالضبط شلون نقول بالعراقي عيونها مثل الملوزة او عيونها مثل اللوز، يعني almond shape تصير. انا عيوني ابدا مو almond shape، بس اللي احب اسويه انه بما انه عيوني مبطنة I look straight، ما اسد عيني. واللي اسوي انه عذروني ما اقدر احكي هواية، بس اسوي وين جدا خفيف من طرف العين. خلي اتقرب عليكم من طرف العين بالضبط منه راح اسحب شي بسيط هيجي شي، وبعدين راح الزم بس اسحب قريب على العين تقريبا لهنا واسوي ستوب. لهنا، ومثل ما تشوفون او انا بالنسبة الي عيني هسه لما اشوفها وين الماسكرة احسها مثل طالة العين انجرت فصارت شوية اكبر تبين، ومثل الرموش صار بيهن كثافة شوي. هيجي خلصت العيون او بقت لنا ماسكرة. بس قبل لا اخلي الماسكرة راح استخدم الفيكس بلس من ماك اللي شايفيني احكي عليه 100,000 مرة، البريب ان برايم. راح ارش هذا على كامل الوجه على مود مثل يمتص الباودر الزايد على البشرة لكم. وانا جاي اسوي حواجبي، انا حواجبي تقريبا خلصت. طخ علي اجى ببالي سؤال، شنو من كرتونات شنتو تباعون لما شنتو صغار، وشنو كان كرتونكم المفضل؟ الكرتون اللي هو الكرتون. انا بما انه عندي اخواني كبار اكبر من عندي شنو دائما اباوع وياهم، كنا نموت على المفضل مالتنا جراندايزر طبعا، وكنا نباوع جراندايزر بالدرجة الاولى، بس كنت هم احب توتا في المريخ، وكنت احب كابتن ماجد والسنبل، كنت كلش احب سنبل. ليه هسه اغني باغنيته على عظمة الحاجب؟ راح استخدم هذا الاضاءة البديعة من ماركة وات ان وايلد، الاسمه ميجا جلو هايلايتر، وهذا اللون اسمه بريشس بيتلز. بريشس بيتلز راح اخلي شويه شويه تحت الحاجب. وهم شويه هنا أنا. وهذا راح اضيف منه قليلا 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 على الوجه هم. ماسكرة اليوم راح تكون هاي الماسكرة من ماركة ماكس فاكتور، اسمها الفولوبتشوز ريل لاش افكت. راح اضيف هذا لون الكحل من ماركة مارك جيكوبس اللي اسمه ايرثكويك. راح اخلي بداخل عيني من فوق سوبي تايت لاين، وهيجي تشوفون هاي الخطوة شلون بالضبط تطول وتجر تسحب لعيون، يعني احنا نقول الجر تسحب لعيون، والعيون هيجي مثل الكبران شوية. وهذا اللوك انا بالنسبة الي يجنن. تقدرون تخلونه هيجي، بس انا اللي راح اسوي انه راح اضيف شوية ماسكارا على الباتم لاشز مالتي الرموش السفلية، وراح اخلي حمرة. القلم من ماركة بورجوا، والحمرة من ماركة برونكس كولرز المات ليب تنت مالتهم.
فراح اسوي اول شيء انه راح استخدم القلم واحدد الشفايف. بعدين راح تجي star of the show هي الحمرة. شوفون لون احمر على وردي يجنن يجنن. هذا راح تخلونه على الشفة بكاملها. وهنا يا حبايب خلص فيديونا لليوم، اتمنى تكونون استمتعتوا، وهذا هو اللوك اللي هو مفضل عند رواء، مكياج زوجي المفضل علي. اتمنى تكونون حبيتوا هذا الفيديو، اذا حبيتوا هذا الفيديو كتبوا لي بالتعليقات، لا تنسون لايك وشير وكومنت، واحبكم هواي هواي. هاي ما ادري شنو من اصوات، احبكم هواي هواي واشوفكم بالفيديو الجاي. حبايب شي ثاني قبل لا اروح، اذا عجبكم هذا الفيديو وتريدون تشوفون بعد هيك افكار كتبوا لي بالتعليقات. وشي ثاني، اذا انتم عندكم قناة باليوتيوب وتريدون تسوون هذا المثل التاج كتبوا لي عمد اقدر اشوف فيديوهاتكم اللي هيك مثلا مكياج اهلكم المفضل، مكياج زوجكم، صديقكم، صديقتكم، بكيفكم، زوجتكم، انتم اللي تختارون. احبكم كوما 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 واشوفكم بالفيديو الجاي.